السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بعمل الفيديو دوت علشان الفيديو اللي احنا اتصلنا فيه موضوع الحضانة بتاعة الأطفال، وعمايل القائمين أو المديرة تحديدا في الحضانة على الأطفال اللي موجودين. أنا كلامي دلوقتي الأمهات اللي هم جزعين جدا جدا من موضوع ازاي احنا ما حسيناش ان في ضرر وفي خطأ واقع على اولادنا لدرجة النفسية. انا طبعا ما قدرتش اسمع الفيديو، يعني صوت البنت بيخليني ما قدرتش اكمل ولا اسمع، لكن طبعا قريت كل التعليقات وقريت كل الحاجة اللي كانت موجودة، لكن طبعا دي كارثة، كارثة بكل المقاييس. ان نظام التعذيب والسرقة الخوف اللي يبقى عند اطفالنا لدرجة ان احنا ما ناخدش بالنا، دي وقفة هنا. انا مش عايزة يعني الوم قوي على الامهات في الموضوع دوت، لكن خليني اقول لك حاجة. يوم لما طفلك او طفلتك يجوا تقول لهم روح المكان ده ويكش منه او يخاف منه او يقول لك لا انا ما اقدرش ان انا اروح او مش عايز بدون مبرر، لازم تقفي وقفة. لما اجي اقول لابني او لبنتي تعالى نروح المكان الفلاني، تعالى نروح النادي، تعالى نروح الجيم، تعالى نروح كذا، وهو يقول لا او يبكي، لازم ده غلط. يعني هنا تقفي وقفه ولازم تتابعي. في لعبه اسمها لعبه المحاكاه، على فكره لعبه المحاكاه ان انا بقول انا كأم وانت البنت ودي النونه ودي مش عارفه العروسه، وبعدين بنروح فين ده لو بنات، ولا اولاد بنعملهم على الاولاد عشان اختلاط الادوار بس، ونبتدي نقول يا ترى بقى ايه اللي موجود في الجيم مش عايز محمد يروحه، ايه اللي موجود في المكان الفلاني علشان الاموره منى مش عايزه تروحه والاموره ابتسام مش عايزه تروحه. ولعبه المحاكاه بتساعدنا كتير جدا جدا في تطلع المشاعر عند الطفل. يقول اه هو مش عايز يروح ليه؟ علشان في كلب هناك، علشان الاستاذ ما اعرفش قال ايه، عشان الاستاذ قالت ايه. هنا بتنتبه ان في حاجه حصلت، لكن موضوع ان احنا ما نلاحظ النفسيه المدمره للطفل، ما نلاحظ ان في سلوك خاطئ عند الطفل وفي شعور غلط وفي بكاء وفي هستيريا من المكان، ونعزيه ان هو علشان الحضانه او علشان المدرسه او علشان اصله ده طبيعي. لا مش طبيعي. الاصل ان احنا بنعلم بحب، الاصل ان التعليم بحب، وانا قلت لكم كده لو يمسكونا التعليم والله ما كل المواد دي ولا الدراسه دي خالص، انه يتعلم الحاجه اللي هو بيحبه، وبعد ما نحببه فيها هو ذات نفسه يتقبل. مش هنبقى محتاجين دورات ازاي نحبب اولادنا في المذاكره، مش هنبقى محتاجين دورات ازاي نخلي اولادنا يحبوا كذا ومش عارفه ايه فتره الامتحانات، لان هو حابب ده، فالتعليم بالحب. لكن يوم ما الاقي فيه خبطه كده انتبه، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتولاهم. هيبقوا محتاجين وسائل الامهات، هيبقوا محتاجين الاطفال دول دعم نفسي كتير جدا، وهيبقى محتاج شغل من الاهالي، شغل من الاخصائيين النفسيين. وادعو الله سبحانه وتعالى ان كل واحد يتمنى اذى الطفل ولا بجهل تربوي يعمل كده في اطفال عليه من الله ما يستحق. ولازم في قوانين يا جماعه تحد الموضوع ده، لازم في قوانين. دول عيالنا ما بنرمهمش كده. ورجعوا حلقه اختيار الحضانه، الحلقه موجوده على اليوتيوب، قلنا ازاي تختار الحضانه، والحضانه اللي فيها الكاميرات اللي شغاله وتتاكد ان الكاميرات شغاله. كل يوم بعمل فيدباك عملت ايه وقال ايه والاستاذه قالت ايه وصاحبك عمل ايه ورحت فين، ازاي اعلمه ان هو كده. ده الحلقه دي مهمه جدا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب، احنا عملناها تقريبا من 3 سنين. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يحمي اولادنا واولاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.